زمان قالوا تاج الست شعرها، مهما كان سنها، ربة منزل أو مديرة، دكتورة أو طالبة في الجامعة. التاج اللي ما بيفرقش بين محجبة أو غير محجبة. من فينا ما بتقفش ساعات قدام مرايتها وتتدلع براحتها علشان تتغزل في جمال شعرها، الشعر اللي غناله حليم وفريد وفوزي. لكن التاج ده مربوط بأجسامنا، بيتأثر بالزعل وبتزيد درجة سقوطه في أوقات التوتر. يومياً بنفقد حوالي 100 شعرة بشكل طبيعي، لكن لما المعدل ده يزيد بتبتدي المشكلة، واللي مش دايماً بتكون بسبب عوامل جسدية. دراسات كتيرة قالت إن قدر كبير من التوتر بيخلي بصيلات الشعر تدخل في حالة خمول، وممكن فجأة بعد شهور الشعر يقع. كمان بعض الناس وقت الضغط بينتفوا خصلات من شعرهم لتفريغ جزء من التوتر. لكن الخبر الحلو إن الشعر بيتجدد تاني بعد مرور الأزمة النفسية، وطبعاً مع العناية. حكايات كتيرة تتقال عن تاج الستات، ومواقف كتيرة كلنا مرينا بيها، قصينا شعرنا لما زعلنا وغيرنا لونه علشان نتخلص من الملل. تابعنا صفحات على الإنترنت بتنصحنا بالعناية، بالأكل الكويس والنوم الكافي، وطبعاً اتفزعنا أما طلعت أول شعرة بيضة. يتعب الشعر أو يبقى كويس، هيفضل صاحبنا الوفي اللي بيقرأ همومنا وبيترجمها وبيستحمل تهورنا معاه ساعات.